شوفي شو يصير فينا. انت والله تعبنا يومي هزيت امر يا نخله يومي تعالوا امر اخلع عليكم تعالوا امر تاخذوها تريدوها. والله خروجنا ماكو مطالب هي قليله، الكهرباء المي النفط المجاري كافي عاد، جوان والشباب معتقلين دمروهم كافي عاد، الواحد يعتقل صدام ما عذب مثل ما هم عذبوا، زين سجوناتهم سريه، يعني مقابر جماعيه هم اللي يسووها، يعني صدام ما سوى مقابر جماعيه مثل ما هم سموه، كافي عاد، المهم انه انتخبه هذا العميل، كافي عاد تعبنا عاد تعبونا تعبونا، شباب الاخير يعني هسه ابرش يا هسه شبابنا عطاله بطاله، جابوا لنا شركات بنجلاديشي على مود يستفادون من عندهم، والشباب العراقيين عطاله بطاله، مين تعيش؟ ايجارات اقل ايجار هسه 800 ومليون، مين واحد؟ مين واحد؟ الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. ولا بد للليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر. شوق الحياة تبخر في جوها واندثر، فويل لمن لم تشقه الحياة من صفعة العدم المنتصر. كذلك قالت لي الكائنات وحدثني روحها المستتر. الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. ولا بد للليل أن ينجلي ولا بد للحي أن ينكسر. ركبت المنى ونسيت الحذر، ولم أتجنب وعور الشعاب ولا كبة اللهب المستعر. ومن لا يحب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. من لا يحب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر.